لأن كل الأمراض الخطيرة التي تظهر فهي تبدأ بالالتهابات. السرطانات تبدأ بالالتهابات، والأمراض المناعية تبدأ بالالتهابات، وأمراض الجهاز العصبي تبدأ بالالتهابات، وأمراض القلب والشرايين تبدأ بالالتهابات. لأن الشخص يحس بألم، لكن ربما يتناول هذه الأشياء ثم هذا الألم لا يختفي. الغريب هو أن كثير من الناس يحسون بألم فظيع، لما يراجع الطبيب فيقول له ليس لديك أي شيء، لما يقوم بتحاليل تطلع تحاليل سليمة. يعني هذا كذلك شيء غريب. ولذلك ننبه، لا تنتظروا حتى يظهر سرطان، لا تنتظروا حتى يظهر ربما مرض لا زال لم يشخص، لأن من يدري، فهناك أمراض لا زالت لم تشخص، أو ربما تظهر لديك مشاكل على مستوى القلب والشرايين، أو ربما تظهر لديك مشاكل على مستوى الجهاز العصبي، بعض الجلطات في المخ، أو نسيان، أو ألزايمر، أو باركنسون، أو أمراض يعني هذه ما نسميه degenerative diseases، مثل التصلب اللويحي، مثل ألزايمر. يحبون بعض الأعشاب لأنهم يستوردون يعني هذه الأشياء من الهند ومن البلدان الآسيوية. فبدأوا يحسون بأعراض على شكل التهابات في الجسم، ألم، ويجب أن لا تتهوروا مع هذه الالتهابات، مع هذا الألم. لماذا؟ لأن كل الأمراض الخطيرة التي تظهر فهي تبدأ بالالتهابات. السرطانات تبدأ بالالتهابات، والأمراض المناعية تبدأ بالالتهابات، وأمراض الجهاز العصبي تبدأ بالالتهابات، وأمراض القلب والشرايين تبدأ بالالتهابات. فيجب أن لا تتهوروا معها وأن لا تدوم طويلا. فهناك مسكنات، هناك كورتيكويدات، علي مسكنات ستيرويدية والغير ستيرويدية التي يتناولها الناس الآن، بدأوا يتناولونها بكثرة. نعم هذه أشياء استعجالية لأن الشخص يحس بألم، لكن ربما يتناول هذه الأشياء ثم هذا الألم لا يختفي. ولذلك مع هذه الأدوية التي يعني تتناولونها، لما تراجع الطبيب ويكتب لك دواء، نعم مع هذه الأدوية يجب أن تقوم بأشياء أخرى. المهم يجب أن لا تدوم هذه الالتهابات. الغريب هو أن كثير من الناس يحسون بألم فظيع، لما يراجع الطبيب فيقول له ليس لديك أي شيء، لما يقوم بتحاليل تطلع تحاليل سليمة وهذه أشياء فلم تبين أي شيء. فالشخص يحس بألم لكن الصور والمختبر يعني لا يبينان أي شيء. هذا كذلك شيء غريب. ولذلك ننبه، لا تنتظروا حتى يظهر سرطان، لا تنتظروا حتى يظهر ربما مرض لا زال لم يشخص، لأن من يدري، فهناك أمراض لا زالت لم تشخص، أو ربما تظهر لديك مشاكل على مستوى القلب والشرايين، أو ربما تظهر لديك مشاكل على مستوى الجهاز العصبي، بعض الجلطات في المخ، أو نسيان، أو ألزايمر، أو باركنسون، أو أمراض يعني هذه ما نسميه degenerative diseases، مثل التصلب اللويحي، مثل ألزايمر، مثل باركنسون. يجب أن لا تنتظروا حتى تظهر أمراض. فالآن لديكم الوقت، فقط هذه الالتهابات ألا تدوم وقت طويل، لأن كل الأمراض الخطيرة هي تبدأ بالالتهاب، وربما تكون هذه الأشياء تمهد لأمراض أخرى ستظهر في المستقبل. لا زال لديكم الوقت. يعني الذي يحس بألم لمدة 3 أشهر و 6 أشهر في نفس المكان ويتناول أدوية ثم ليس هناك حل، ثم لا يريد أن يعني يقوم ببعض الأشياء الأخرى مع هذه الأدوية، فربما هذا الشخص يعني سيتهور مع هذه الأشياء وينتظر أن تختفي هذا الألم، ثم بعد مدة تظهر له بعض الأمراض الأخرى التي ربما تكون يعني أخطر من هذا الألم. لماذا؟ لأن الالتهابات بالنسبة لنا تعني أنه سيظهر شيء على مستوى العضو، البنكرياس، في الطحال، في القلب، في الشرايين، يعني في الكلية، في المعدة، في الأمعاء، في المخ، من الجهاز العصبي، في العضلات، كذلك في العضلات، يعني في المبيض، في الرحم، في البروستاتا، في كل الأعضاء. ف
فعلى الأقل الأشياء التي تقدرون عليها، من يدري ربما تكون الحل، يعني أن تشربوا ماء جيد وماء بكثرة، والحركة والرياضة، إذا تقدرون على الصيام فجيد، الذي يقدر على أسبوع جيد، الذي يقدر على أسبوعين جيد، الذي يقدر عليها جيد. فإذا لم تقدروا على الصيام فعلى الأقل أن تجوعوا وتشربوا ماء بالنهار، يعني لا تأكل واشرب ماء، كذلك جيد. حصة الحجامة تبقى لا بد منها، حصة الحجامة الآن الحجامة استراتيجية بالنسبة لهذه الالتهابات، حجامة عامل قوي. ثم الأشياء التي تكلمنا عنها هي نحن نسميها مكملات، ولكن لا تخلطها مع المكملات الأخرى العادية، مكملات اللي فيها فيتامينات وفيها كلوروفايل وفيها أشياء، هذه لا تخلطها مع هذه الأشياء، لأن المكملات التي تكلمت عنها ليست أعشاب ولا تدرس، لا أحد يعلم شيئا عن البروبوليس، لا زلت أكرر. لماذا؟ لأنه المنفذ الوحيد، طبعا أنتم تتناولون أدوية، لكن ماذا بقي؟ بقي هذه الأشياء، البروبوليس وغذاء الملكات والبروبايوتيك وحمض الأوميغا 3 الذين تتوفر لديهم بعض الأشياء الأخرى. لماذا؟ إخواننا في البلدان الشرقية يعني يحبون بعض الأعشاب، لأنهم يستوردون يعني هذه الأشياء من الهند ومن البلدان الآسيوية، مثل القسط الهندي، مثل اللبان، هي هذه البلدان فيها اللبان، هذه اللبان الحر، هذا المر كذلك، اللبان والمر، هو يعني اللبان أقوى من المر، لكن المر كذلك جيد. ثم هذه التوابل التي تكلمنا عنها والأشياء التي تستهلكونها، فيها حب الهيل، فيها جوزة الطيب، فيها قرفة، فيها قرنفل، فيها فلنجان، فيها زنجبيل، فيها زعفران، فيها سعتر، فيها مريمية، فيها إكليل جبل، فيها صنوبر، فيها أشياء كثيرة. يعني ماذا يخسر الناس؟ يعني يجب يعني أن تجدوا حل لهذه الالتهابات، يجب أن تجيبوا حل لهذه الالتهابات. لماذا يجب أن لا تدوم لوقت طويل؟ لأن ربما تمهد لأمراض أخرى ربما تظهر. هذه النظام النباتي، الذين لديهم التهابات النظام النباتي، ولا نكرر، ابتعدوا من اللحوم بكل أنواعها، وابتعدوا من السكر أبيض ومن الزيوت الصناعية، وابتعدوا كذلك من مشتقات الحليب. الذين لديهم التهابات ولديهم ألم أن يبتعدوا من هذه الأشياء. ثم أن تكثروا من استهلاك زيت الزيتون، كمية زيت الزيتون، استهلكوا زيت الزيتون بكثرة، والفواكه الجافة، اللوز والجوز والتمر والتين، اللوز والجوز في حمض الأوميغا 3، البقوليات لا بد منها، فول، حمص، عدس، فاصوليا، علينا نحن في البلدان المغاربية وكل البلدان العربية تستهلك حمص، قوتنا هو نستهلك حمص وفول، الحمص والفول، البلدان الأوروبية تستهلك فاصوليا وعدس، نحن نستهلك الفول والحمص، كذلك نستهلك عدس فاصوليا، نعم، لكن الحمص والفول هو يطبع هذه البلدان، لماذا؟ ثم لا تنسوا يعني البذرات، البذرات هي مضادة للالتهابات، البذرات مضادة للالتهابات، وأركز على البذرات، حبوب الكتان والسمسم وحبة سوداء وحلبة وحبر شادويانس ونشمرة وحبوب الكزبرة والكروية، هذه أشياء مضادة للالتهابات، وهي تحبس يعني ظهور، تؤخر ظهور الأمراض، فهي تحبس الأمراض يعني هذه البذرات. فهذه المضاعفات التي يحس بها الناس الآن، التهابات، ألم، عياء، يعني فبدأت أشياء أخرى تظهر، بدأ الشره يظهر على الناس كذلك، الشره، هناك من بدأ يأكل كثير. ثم النوم العميق الثقيل، بدأ الناس ينامون بشكل غريب كذلك، حتى أن الشخص ممكن أن وهو نائم ممكن أن تنقله إلى مكان آخر ولا يستيقظ، النوم ثقيل كذلك، النوم ثقيل كذلك. ثم هذه الشره يعني كثرة الأكل، ثم هذه المؤشرات والعوامل التي تكلمنا عنها، انخفاض في الفيتامين دي، انخفاض في الحديد وفي حمض الفوليك، ارتفاع في السي ار بي، هناك من لديه كذلك الفيريتين كذلك مرتفعة، ارتفاع في الكورتيزول، شيء غريب أن كثير من الناس لديهم الآن ارتفاع في الكورتيزول، اللي عندهم كورتيزول مرتفع عندهم مشكل في النوم، عندهم مشكل في النوم، الشخص اللي عنده كورتيزول مرتفع يعني لا ينام جيد، لا ينام يعني هذا، فيعني يجب، وإن الكورتيزول مفرط ربما يسبب أشياء خطيرة، أشياء أخرى يعني. فبعد التحاليل ممكن يقوم الناس بتحليل الفيتامين دي والكورتيزول، وهذه أشياء ممكن تقوم بها يعني، لما لا، اللي عندهم تغطية صحية هذه.
لا، المهم في هذه الحلقة أركز بأن على هذه الالتهابات يجب أن لا تدوم لوقت طويل.